مساء النور حوراء، ونجدد الترحيب بكل من يتابع برنامج الناس والخريف. كما ذكرت، وادي شعبون، مقومات طبيعية وسياحية متنوعة في هذا الوادي وبواقع فريدة. اليوم منذ وصولنا إلى هذا الوادي وجدنا العديد من زوار محافظة ظفار، سواء كانوا من مختلف المحافظات وحتى من خارج سلطنة عمان. هذا الوادي مزار سياحي جميل، حتى بالمناسبة طوال العام تجد الزائر لهذا الموقع يسعى إلى الوصول إليه بحكم وجود كثافة في أشجار الصبار، التمر الهندي، وأجواء معتدلة طوال العام. الإطلالات أيضا من هذا الوادي جميلة، بإمكانك مشاهدة بحر العرب ومدينة مرباط التاريخية من خلال هذا المرتفع الجبلي الجميل. هذا العام أيضا المياه تجري في هذا الوادي من باطن الأرض، وبالمناسبة هذا الوادي يقع تحت سفح جبل سمحان. مقومات سياحية وطبيعية متنوعة، التنوع البيئي هو ما ساعد على وجود العديد من الزوار اللي تجده يجعل هذا الوادي ضمن جدولها السياحي بشكل عام. في موسم الخريف يزداد المكان جمالا بتوافد العديد من الزوار، ومشاهدة التنوع البيئي والطبيعي والجيولوجي الفريد. هنالك أيضا وجود لبعض الاستراحات التي عملتها بعض الجهات المختصة لجذب السياح إلى هذا المرتفع وهذا الوادي الجميل، بالإضافة إلى وجود الطريق يؤدي إلى المرتفع الجبلي الجميل. منذ وصول الزائرين وجدنا أيضا البعض مستمتع لساعات منذ الصباح الباكر متواجد في هذا الوادي ومشاهدة الطبيعة وهذه الإطلالة الجميلة من على هذا المرتفع وادي شعبون. وجدنا أيضا مجموعة من الزوار معنا من المملكة العربية السعودية.